انا لما اقول ثم شاعر مصري عنده قصيده جميله جدا قررت اسمعها. مش نستعير منها العنوان. دين ابوهم اسمه ايه؟ دين ابوهم اسمه ايه؟ هنا رجعت الدين. هل يعمل الاعمال يعملوا فيها كلمه يعملوا فيها قريش للرسول تعيشوا عليه ولا تعملوا له الشو؟ معناها السيد اللي عمل حتى حمالة بن حطب يهاوي شكون يعمل في حمالة بن حطب؟ اللي عملها في الجريدة على الممارسات هذه الممارسات القذرة. وكان الرسول شخصية عظيمة يواجه بالحجة وبالصبر. عمره هذه ممارسات أهل الجاهلية. وسموا أهل الجاهلية لأنهم يعملوا هكا مش لأنهم ما يعرفوش يفكروا، لا كانوا فكروا. أما أهل الجاهلية هما اللي ما ينجموش يواجهوا الفكرة بالفكرة. يواجهوا الفكرة بعرفه. لذلك انا اقول دين ابوهم اسمه ايه؟ هذوما مش بتاع ديننا، هذوما مش سامعين ديننا، دين الاسلام الجميل الباهي اللي نعرفوا نحن. اللي فيه مظاهر التقدم واللي نجموا نحكيوا فيه على الديمقراطيه وعلى الاختلاف وعلى التنوع، وكان نرجع وانا ارجع نقرا في كتب السيره، لان وقت جاءوا هذوما هالغربان السوداء وقت جاء قلت حاش فيه؟ يا نحن ما نعرفوش الاسلام وهذا هو الاسلام. يا هذوما مش بتاع الاسلام، وهذه فعلا الحقيقه كان نرجعوا للسيره بتاع النبي وبتاع اصحابه ومتاع والايات وخير يقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. هذوما قاعدين كانوا يعتديوا فقط. انا اقول اللي هذايا راهو سلاح المفلسين. وهم يحبوا يجرجرونا للعنف المضاد لانه كما سمعت في عهد التوقيت الناس كلها شنو صار. ماهوش علامة بتاع بعض. انا اترفع ان اجيبك بالطريقه الجاهليه اللي تستعملها انت، لان نعرف انها طريقه المفلسين. اما نجم نجاوب بالعنف، لا نجاوب بالعنف. نحن شبابنا وشعبنا يجاوب بقرايه الكتب. شفنا شبابنا نهار الاحد وقبل نهار الاحد في كامل مدن وقرى تونس هبط يقرا في الكتب. لان الصراع يحسم في عالم الافكار. ولانه الافكار الجميله ستنتصر، لانه ثورتنا كانت جميله وكانت ثورة افكار زاد. الى جانب انها ثورة شعبي ثورة افكار، مش ننتصر، نحن سننتصر وهذاك السلاح الاقوى، وهذاك رد فعل اللي يعملوا فيه هما رد فعل الضعفاء، معهم الحكومه ومعهم فليكن معهم من يكن. المشكله ستحسم شكون ينجم يستمر وشكون ينجم بس شكون يتجدد وشكون ما يتجددش. هذا التاريخ راهو عنده حكمه. والتاريخ ايضا يحسب بعنف، الله غالب. هذوما انا اسميهم لي دولور دو لا كوشمون، تونس حبله ومشتوله. صحيح. تونس حبله ومشتوله. وهذه وجعتنا، الناس هذه مهما كانت مسمياتهم ولبسهم وشكلهم وخطابهم، هذوما نوتر دولور، هذه وجعتنا، اليوم تونس الله غالب. شفت؟ ولان نحن عندنا الجرأة الأدبية والجرأة النضالية والفكرية مش نقولوا أنتم تونس. وانتم جبناء غير تجوز تقولوا لي نحن تونس، تقولوا نحن كفار. بالرغم انه تجمعنا نفس الارض ويجمعنا نفس التاريخ ويجمعنا نفس الاقليم وتجمعنا نفس الهويه ونفس اللهجه ونفس التقاليد ونفس الاحتفالات، الا انه لا يجمعنا مرضكم. لانه هذوما مرضى. لذلك صبرا جميلا. نحن رانا صابرين ونعرف وراه الضربه، كل ضربه لكلها جوهر، ولا الاعتداء تعرض له يوسف، ولا الاعتداء تعرض له جلال، ولا الاعتداء تعرض له الطلبه، ولا الاعتداء تعرض له الاتحاد عام التونسي للشغل، وقت يحطوا زبله، ولا الاعتداء تعرض له المسرحيين بتاعنا، لانه عندنا جبهه نحن مسرحيه، عندنا جبهه ثوريه مسرحيه تخدم اقوى من حزب النهضه. وبلاش تقول انه المسرح يغير العالم. هذه الفكره، نحن سنحمل الفكره. موسوليني وقت معناها جرامشي كان في السجن عنده مقوله شهيره، قال يجب ايقاف هذا العقل عن التفكير. هم يضربوا فينا على رؤوسنا ويعتديوا علينا لانهم يحبوا عقولنا تتوقف عن التفكير. لذلك فانه سلاحنا الاول هو ان نواصل التفكير. مش نواصل التفكير، وسنواصل الابداع، والابداع سينتصر في نهايه المطاف. نحن سننتصر وسنربح معارك الحريه، لان نحن اللي بديناها من بن علي وقت هما هربوا من بن علي.